اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل حذف اللايف تيك توك بسبب العمر. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، ثم نضغط هنا على التطبيقات، ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط هنا على تيك توك خاص بكم، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، ثم نضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، ثم نضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف وإعادة تشغيل واي فاي خاص بكم. بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تيك توك خاص بكم. سوف تظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بالضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم تيك توك. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديو القادم إن شاء الله.